طيب قول بسم الله كم. احنا كنا بنفس الاسلوب بتاع الاسم الجديد، عملنا ايه؟ قلنا نيو نيم نيو جوب، الجديد جوب، وهعرض له اسم الوظيفه، وقلنا لو النيو جوب لو فاضيه يبقى خلاص، يبقى النيو جوب هي نفس الجوب القديمه وخلاص. تمام. طيب فاضلنا مين؟ السالري، نفس الاسلوب بحطه بالظبط مع السالري، قلنا نيو سالري، فين داخل نيو سالري؟ بس مع الست اللي بعدها رقم ثلاثه، واقول له ايه برضه ان السالري ده لو كان فاضي في الحاله دي النيو سالري هيبقى نفس السالري القديم لو كان بس. وبالتالي دلوقتي بقى عندي اللي انا معلم عليه دوت، معايا دايما الامبلوي اي دي او الامبلوي نيم هو السيل رقم 0 دايما، والاسم معايا نيو نيم سواء كان شايل قيمه دخلها اليوزر او القيمه القديمه مش مهم، المهم النيو نيم. وكذلك النيو جوب سواء كانت هي الجوب القديمه جايه من هنا ولا الجوب الجديد اللي هو كتبها جديد، نيو جوب. وكذلك النيو سالري بنفس الفكره. اصبح لو انا عايز اكون دلوقتي بيانات الموظف الجديد انا عارفها، عشان دول بقى اللي هو بتاع الجوب والسالري دول مش عايزه، او جاي اعمل ايه؟ اقول له هعمل حاجه اسمها نيو ام اللي هو الرقم الجديد يعني، ده هيبقى عباره عن ايه؟ قلت له اولا انا عايز اجيب اللي هو رقم الموظف يعني اللي هو على السيل اوف زيرو، جنبيها احط كوبري بعديها كوم، بعد كده الاسم اللي هو بالنسبه لي نيو نيم، وبعديها كوم. تمام؟ وده بعد كده الايه؟ الجوب. بعدها بعد عملت الكوما اعمل الايه؟ اعمل النيو جوب. وبعدين اعمل كوما. وبعدين السالري. اقول له ايه؟ النيو سالري. وبعد السالري كنا بنحط دايما سلاش هنا عشان ننزل ايه؟ ننزل سطر صح؟ سلاش هنا بالنسبه لي عشان ننزل سطر. كده ده بالنسبة لي ده كده اللاين الجديد. ده كده اللاين الجديد. سواء كان في بيانات قديمة على جديدة، في بيانات قديمة جديدة زي ما يكون. نيو ام على طول جبنا رقم الموظف واسم الموظف والجوب والسالري الجداد كلهم وخلصنا. ده بالنسبة لي المكون الجديد. والقديم احنا عارفينه اللي هو الريزلت قبل ما اعمل لها سبليتات. ده الاولد. صح؟ حد يقول ده يبقى صح. طيب هنا كنت بقول له هل انت عايز تعمل ديليت للموظف ولا لا؟ طبعا دي مش هنساله عليها خالص. ده لما كنا بنعمل ديليت. وبعد كده بقى هو قايل له ايه؟ لو كان قايل انا عايز احسب احنا ما عندناش الكلام ده. وبعد كده بيقول اف ان ديليت ام يبقى اعمل ديليت سكسسفلي، غير كده اقول له ماشي. قلت له بس مش ديليت ام بقى، يبقى عندي حاجه اسمها ايه؟ ابديت ام صح؟ او احنا سميناها ايه؟ ابديت ام. عايز الاولد والنيو. قلت له هنادي على فانكشن اسمها ابديت ام، الاولد اللي هو الريزلت والنيو ده لسه مكتبه دلوقتي اللي هو النيو ام بقى. ماشي بقى كده بعت له الاولد والنيو، ولو اتجابت لي ترو هقول له الام بي بي ابديتد سكسسفلي، ايلس هقول له وي كان نوت ابديت الامبلوي داتا خالص. ماشي. يا شباب يجي سؤال في الحته دي او في اي حاجه لفه معاك؟
محدش بيرد، انتوا مسالمين قوي. لا لا لا، واضح واضح دكتور. دكتور بس يعني محتاجين نبص عليها بصة تاني مع نفسينا بس فقط لا غير، لكن هي كمعلومة لأول لأول مرة واضحة جدا. تمام نجربها. هقول له رن، قال لي هتدور على مين؟ قال لي ما كانش عندنا غير عبد القادر صح؟ قال لي ايه، كليك انتر تو سكيب اديت اور رايت نيو فاليو. قال لي الموظف رقم واحد ليه ما ادانيش فيها تعديل؟ قال لي انت ليه نيم اسمه عبد الجادر يا عبد الياسين. قلت له لا، لو دوست انتر كده خلاص يبقى يفضل اسمه زي ما هي زي ما هو صح؟ قال لي الوظيفه اسمها تيستر برضه لو دوست انتر تفضل زي ما هي. قلت له لا تعالى نغيرها بقى، بس بروجكت الرابع بروجكت مان. دكتور ممكن حضرتك توضح الكود مع الاوتبوت؟ ايه؟ توضح بس الكود عشان اشوف كل سطر الكود بتاعه بس. هو بياخد الانجليزي. انا هبص عليه. احنا هنا واقفين هنا. وحضرتك شغال، انا هبص عليه. تمام. انا هنا دلوقتي بيقول لي طبع كلمه الانجليزي جوب كذا كذا اللي هي كلمه تستر جابها اهي. ونصتين واقف مستنيه، فقلت له عايز اغير بروجكت مانجر. هتروح للنيو جوب. هتاخد كلمه ايه؟ دي انبوت، يبقى هياخد كلمه بروجكت مانجر. وهنا هنيجي يقول لي ايه بعديها؟ اف ان نيو جوب بتساوي فاضي، هيقول له لا مش فاضي. دي بروجكت مانجر مش فاضي. فهيعدي الامر ده. ويبدا ينزل للنيو سالري، تعال نشوف انتر. قال لي انجليزي سالري 33000، قال لي انجليزي سالري 33000. عندي احتمالين. يا يدوس انتر دلوقتي يبقى هي زي ما هي 33000، يبقى النيو سالري فاضي. يبقى النيو سالري فاضي. يا اما غيره. انا غيرت قدامكم دلوقتي، انا ده هسيبه زي ما هو، هدوس انتر بس. وبناء عليه النيو سالري هيبقى ايه؟ هيبقى فاضي. فينزل هنا يقول له اف النيو سالري فاضي؟ يقول له اه فاضي. هيقول له ايه؟ خلاص النيو سالري خليه يساوي السيل رقم 3 اللي هي كام؟ 33000. فيفضل في 33000 زي ما كان. اه تمام. وبعدين يجمعهم ويعمل ابديت. اجمعهم وطلع قال لي ان هو ابديت سكسسفول. قلت له روح شوف بعيد. سلام. ليش نزل يا دكتور السالري نزل على سطرين؟ ليش في مشكله يعني؟ والله في اخر حاجه السالري نزل على سطرين يعني. احنا حاطين في اصل الكلام هنا اصلا، المفروض هنا حاطين سلاش ان عشان تعمل لك سطر جديد. ايوه فهي السلاش ان دي احنا اصلا عاملينها، فهي فعلا لازقه في السالري هنا، حتى احنا مش شايفينها على فكره. هي موجود حتى أيوة. مش هنا الانتر موجود. وهنا عملت كده انا بس أيوة. ايه عايز اشوف بس احنا كنا واقفين فين الفايل بتاعنا. احنا واقفين فاتحين الفايل اسمه ايه؟ اه هو ده تاج وامبيدد عشان نشوف بس اللي حصل. اه عبد الجادر بقى بروجكت مانجر و33000. اعيد تاني هو في غير واحد اصلا. قلت له جي، قلت له ماشي عبد القادر ايه يعني اللي معانا؟ سليم كريم الحربي ها انت ضبط الحربي. ارس على اسمي الله يكرمك ان شاء الله. تمام الحربي تمام كتبته كده. كده المفروض دلوقتي ده يتعدل الوظيفه ايه؟ قلت خلاص هخليه بروجكت مانجر. قلت له لا ارجعه تستر ماشي 33000. قلت له بحبحهم شويه 35000 بس بس انت تلاحظوا ايه اللي حصل على طول. او واحد زمان كان بقى اسمه عبد القادر الحربي تستر رجع بقى 37000 كله تمام. عملت التعديل ممتاز. يا شباب وصلت؟ وصلت يا دكتور. تمام الله يكرمك انت. شكرا يا دكتور. شكرا لكم.
طيب كده انا ايه العمليات كلها الاساسيه اللي احنا عايزين نعملها، من بحث في الفايل، في عرض بيانات الفايل، في حذف من الفايل، في تعديل في الفايل، في اضافه على الفايل، كل العمليات الاساسيه دي كلها الحمد لله تمت. وعملناها كمان على سي اس بي فايل عشان تبقى شكلها شكل تيبل ونشتغل. فانا محتاج منكم انك تعملوا نفس الفكره بس على تيبل ثاني، بحيث تغيروا اسم الفولدر، اسم الفايل، وتغيروا اسماء الفاريبلز، تبقى حساس كده وانت بتكتب وعارف ان ده الاولد انبوت، الثاني يبقى اولد بوك مثلا، تغير سمي كده والنيو بوك، عشان تاخد ثقه في نفسك انك تعرف تشتغل، فاهمني؟ وتبقى ماشي على نفس الخطة واحده واحده، تبقى الدنيا كويسه جدا ان شاء الله. وانا هعمل هلم لكم كل الاكزامبلز اللي انا عملتها لكم ان شاء الله في المسجل مترقمه، يعني اكزامبل رقم كذا والكود بتاعه، اكزامبل رقم 2 الكود بتاعه كده كده كده، وهبعته لكم على الجروب دلوقتي ان شاء الله، بحيث برضو اللي عايز يبص عليه وهو بيشغال يبقى كده الحاجه مكتوبه قدامه ومركز. تمام، استاذنك ابعت لحضرتك الكويز اللي هو الاسم اتكرر كم مره. عايز تعمل ايه؟ ابعت لحضرتك التمرين اللي هو الاسم البحث اتكرر كم مره. ماشي، ممكن تقول مثلا اتكرر مرتين، اتكرر ثلاثه، اتكرر اربعه، ممكن تعمله انك شفت لما كنا بنعرض البيانات، لو انت عايز تعلى شويه، لما بنعرض البيانات اللي هي لما كنا بنقول اعرض بيانات الناس كلها، صح؟ اللي هي زي كده مثلا، ده مثلا صح؟ كنا بنعرض البيانات كلها اللي موجوده عندنا، بس عشان ما اعرفش ايه اللي ملخبط الدنيا هنا. انا بعت على الشات يا دكتور. طيب واحنا بنعرض البيانات ممكن تعرضهم ايه؟ بدل ما تقول ثلاثه مثلا او اربعه، لا تعرضهم لي بقى، يعني تعملهم بقى كعرض كامل، تعملهم في شكل جدول، دي نتيجه البحث. حاجه كويسه. ابتدي؟ انا تقول لي هم اثنين اللي موجودين او ثلاثه اللي موجودين، لا تقول لا لا لا، هو انا عاملها يعني، بس مش عامل نتيجه البحث قوي، بس انا عامل ان هو يظهر لاين واحد ولاين اثنين، وبيقول ان هم اثنين لاين، ما دخلتش ال دي. ماشي، ظبط يعني، ظبطها كمان ان هي مش بس تعد، يعني تعد دي هتبقى سهله ان شاء الله، يعني ما فيهاش مشكله. عايزك كمان تجمعهم وتعرضهم بشكل كامل، يبقى حاجه كويسه. معاكم لسه، مش المره الجايه ان شاء الله، يبقى ده التاسك اللي نراجعه مع بعض ان شاء الله المره الجايه. ماشي، مفيش مشكله، انا كده كده بعته على الشاتنج. تمام، على انا عايز اشوفه يعني دلوقتي يعني. يا ريت. ماشي، مين اللي بعته؟ محمد مرزوق. ماشي، طيب عامل فايند فايل. ماشي، سو بيدور في الفايل ده. ماشي، هندور على اي فايل عندنا يكون فيه بيانات كده، او ممكن يكون بيانات غير بياناتنا، ولا هو عامل فايند وخلاص. ماشي، يوزر داتا تو. واكتب كلمة البحث، ما باخدهاش من المستخدم، يعني انا الفكرة بس. انت عملها ثابتة؟ طيب. عشان مستعجل انت، عايز تقول انا عملتها. بالظبط كده. لا، مش عايزك تستعجل، عايزك تبقى راسي وحرفي يعني، لان انت عندك الفكرة، فانت بقى محتاج انك تطلع الحاجة متكاملة، يبقى حاجة جميلة جدا يعني. ورغم كده برضو كويس جدا يعني، مستوى كويس ان شاء الله. اقول له مثلا far far away، بعيد يعني. اقول له run، فقال لي your search is repeated two times. ما انت طبيعي، ما هو انت بترمي بس برنت. ايوه، هو بس ناقص ان انا اعمل الشكل، لكن انا طبيعي. لا، انت تعمل برنت، مش عامل، مش مجمعهم وعامل تيبل بقى كامل وبتاع، بس كويس ماشي الحال. هي فعلا موجوده في الفايل ده، متقبلها مرتين، وقال لي نتيجتك موجوده مرتين، ممتاز. تمام ماشي، جود. ان شاء الله باذن الله نكمل. انا برضو الناس تشوف
الحاجات المطلوبة وتكملها وتحلها، وإن شاء الله بإذن الله المرة الجاية نتقابل على خير، هتكون يوم الجمعة بإذن الله. على ميعادنا بإذن الله يوم الجمعة الساعة 9. هو حضرتك أنهيت بتقول كده؟ سمعتش. يا دكتور؟ نعم. حضرتك أنهيت بسرعة ليه؟ حضرتك أنهيت بسرعة ليه؟ ما أنهيتش بسرعة على حاجة والله. عشان معاكم فيديوهات مسجلة كتير. فالمفترض يبقى اللايف أقل بقى، لأن هيبقى مناقشة على حاجات هي. أنا مش عايز أعيد حاجة مشروحة، فاهمني؟ عايز تشتغلوها وتناقشوني فيها، مش فاهمين دي وقعت مننا ليه دي؟ فتبقى الوضع يبقى في يعني مفيش استفادة إن إحنا نعمل فيديوهات ونقولها تاني هي لايف بالظبط، مش حلو. تمام. عشان كده اوتوماتيك، عشان الفيديوهات موجوده فبيبقى وقت المفروض المباشر بقى من كده كمان. بس طالما عندكم اسئله او عايزين تقولوا اي حاجه انا موجود، يعني مش هي مشكله. لا حرمنا الله منكم ولا اي مشكور. مشكور دكتور صراحه، المسجله ابداع كلها، وبرضه اللايف ابداع، الله يجزاك بالخير. بس حقيقة برضه مسجلة فيها، يعني الواحد يقدر يركز زيادة كده. خاصة بقى ومفيش بقى تشديد. أيوة نعم، جزاك الله خير، الله يكتب أجرك إن شاء الله. مشكورة دكتور، ربنا يوفقكم جميعا واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.